السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا مرة أخرى وياكم. كانت المشكلة عندنا إنه ما عندنا سكرول، شو نسوي؟ نكتب البرمجة من جديد ونكتب كل الكودات؟ لا يا شباب، الموضوع ترى بسيط جدا، مجرد رايت كليك وتعال هنا أنا. surround with، قم بإحاطتها ب. بماذا أقوم إحاطتك؟ بالجي بانو جي سكرول بين. خلينا نجرب جي سكرول بين. قمنا بإحاطتها بالجي سكرول بين. هذا هو جي سكرول بين. زين، خلينا نشوف جي سكرول بين شنو هي الخصائص الموجودة. bounds class horizontal، هاي الخصائص الموجودة فيها. enable true. زين، خلونا نعمل run. خلونا نكتب. لاحظ، أوبا، إذن صار عندي سكرول. تتراتا، إيش قد بسيط، كل شيء ما سويت، مجرد رايت كليك وخلاص، يعني أسهل من عندما ماكو. زين، خلينا نكتب هنا تت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 
ما عملت أي شيء، مجرد جيت على الديزاين عملت right click surround with J scroll pane بس. وهنا أنا بس مجرد يعني كنت أبحث عن يعني خصائص شيء ممكن أغيرها لا أكثر. That's it. عندك هنا الشات سيرفر run. أوكي عندنا هنا الكلاينت سيرفر run. That's good. خلينا نعمل minimize. نيجي مرة أخرى نعمل hi send. جميل hi send. كلها هاي كلها هاي. لاحظ بدأ يعمل. إذن أنا أستطيع ألاحظ الشات اللي موجود، ومنها أيضا أستطيع مشاهدة الشات. جميل 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 جدا روعة. إذن بهذه الحالة احنا قدرنا نعمل السكرول مثل ما أنتم شايفين. السكرول أيضا كان درس مهم جدا ها. اذا في هذه الحاله احنا لو عملنا السند الكلاينت يرسل فراغ. ماي جاد خلينا نعمل السند. اوه السيرفر ايضا يرسل فراغ. لا هذا معناته باق. احنا المفروض من عندنا لما نعمل سند ما يرسل اي شيء، المفروض يطلب من عندنا انه احنا نضع بها في شيء. يعني ما معقول احنا نقعد نضوج الناس دين 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 دين. يعني ما معقول الاحظ كل فراغ. نو واي. اذا لازم نعمل كودينج، لازم نشوف شنو هو المشكله، كيف نسيطر على هذا الفراغ. مفروض لما يكون فراغ ما يبعث اي شيء صح. زين خلينا نشوف الوقت 3 minutes. اذا فلنغامر. هنا انا راح ارجع للسيرفر. خلينا نشوف المصايب ما تنتهي. خلينا نشوف بالسورس. لو رجعنا للسورس احنا بنعمل send صح. اذا هو وين موجود؟ موجود في الاكشن بيرفورم. جميل جدا. زين شنو هو الاشياء اللي ممكن اني اعملها في الاكشن بيرفورم؟ انا ما اريد يبعث فراغ. اذا لاحظ، اذا كان فراغ افعل هذا الشيء، اذا لم يكن فراغ افعل ذاك الشيء، او اذا كان هذا الفراغ افعل هذا الاكشن، else او افعل ذاك الاكشن. سهل جدا سهل جدا جدا جدا. اذا احنا كل اللي راح نحتاجه نحتاج انه نضع الكود اللي عندنا في داخل الاف statement. لكن كيف راح نضعه في الاف statement؟ مو صعب؟ لا اكيد مو صعب. انت مجرد انه تختار هذا كله لحد الست text field صح. انت شغلك لحد set text field. اعمل right عفوا اعمل right click surround with ماكو if. if يا ناس اياتها موجود. if statement روعة. اذا احنا جمعناها كلها في داخل if statement. يبقى علينا انه احنا نذكر condition فقط. يعني شنو هو الشرط اللي انت تريده حتى يعمل هذا كلها؟ زين شنو هو الشرط اللي راح نخليها؟ صعب مو؟ لا اكيد مو صعب. أكيد مو صعب. يعني إحنا مجرد إنه نذكر نقول
نقول نقول نقول قول عني ما تقول. هنشوف الوقت طبعا، يعني لازم اراجع الوقت هنا. أنا 5 minutes، انطوني في دقيقتين لا خلي افكر. زين، اذا ما يساوي هذا then يساوي هذا. شو اللي راح اعمله؟ اذا قلنا احنا منو نريده يكون موجود، يعني احنا اي حقل نريده، صح، لان الاف مكاتبينه، احنا اي حقل احنا نريده، خلني نجي على الديزاين، احنا نريد هذا لما يكون موجود فيها التكست يبعث، ما يكون فيها التكست ما يبعث. زين، معناته التكست فيلد. جميل جدا. اذا خلنا نرجع للكود مره اخرى. في الاف كونديشن نقول اذا اف التكست فيلد dot get text get text تحصل على التكست، هذا التكست dot equal مثلا فراغ. إذا كان يحتوي على فراغ ما هو الأكشن اللي أنت تريده؟ الأكشن اللي أنا أريده فراغ، else يكون هذا التكست، صح؟ ما أحتاج أغلق ال else لأنه راح ينغلق بمال ال f. شوف إيش قد لوتي. زين، نأخذ هذا copy، نذهب للكلاينت، نفس الكلام نطبقها في الكلاينت، نجي على where are you where are you if now set text. اوكي اوكي set text. نقول له if else. زين، قبل نقول له if خلينا ناخذ من تكست اللي غاية التكست فيلد، نعمل right click surround with if statement. بعد ذلك نجي نذكر هنا موضوع ال if بمسح هذا ال if، صح؟ حيكون بهذا الشكل. That's good، ما عندي أي error. إذن let's try run. اوكي اشتغل run. اوكي ممتاز. زين، خلونا نجرب. هنا نكتب هاي سند. جميل، لاحظ سند 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 ما يرسل اي شيء. يا خلونا نجرب الكلاينت. الكلاينت ايضا ما يرسل اي شيء الا اذا اضاف شيء، صح؟ بالحال احنا نوصل لنهايه الدرس وعملنا ديباج وصلنا الى نتيجه. نلتقي وياكم الدرس القادم. مع السلامه.